السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من احلى اكله. اكل اكيد جايين نعمل اكل بحركه. النهارده الموضوع حلو بسيط، عايزين نطبخ طبخه تكون لطيفه بامكانيات اللي موجوده عندنا. لو عندنا مثلا فرخه زي النهارده مثلا، فكر اعملها بطريقه تكون فراخ مشويه مع رز ملون. هنتكلم عن الالوان، اللون الاحمر او الاصفر او الابيض، الرز اللي هو المشكل زي ما حضراتكم شايفين، ومكسرات وطريقه حلوه، والفراخ تخش تتشوي بس بخلطه تكون مميزه ومختلفه شويه. الطبق الثاني اللي ملوش مزاج النهارده ياكل فراخ، جايبين نص كيلو لحمه مكعبات، هنعملها بشكل كباب حله ولكن مع بطاطس ومع فلفل الوان ومع تركيبه حلوه جدا مع كمان صوص البني، هيبقى ان شاء الله طعمه كويس جدا مع حبه رز ابيض ساده بالبصل. الطبق الثالث كمان لو حابين نقدر مثلا نمشي بقى فيه مثلا حبه رز بالزبده، نحط جواها مثلا فراخ متقطعه مكعبات او لحمه متقطعه مكعبات، الامور تكون ماشيه بسيطه ان شاء الله. بحرقكم النهارده ثلاث اطباق اسهل من بعض، هطلع فاصل ثم نواصل. اتفضل. يا اهلا بكم مره تانية مع احلى اكله. طيب كنا بنتكلم النهارده مع حضراتكم على طبخه لطيفه، هنعمل كباب حله بالخضار بشكل بسيط جدا. الخضار عندي النهارده هيكون بطاطس كالعاده، وممكن نحط لو مش عايزين البطاطس ممكن نحط مشروم، بس انا قلت ماشيه النهارده يكون برضو ايه بالمعقول يعني. يبقى عندي بطاطس هيكون جوه كباب الحله، معاها كمان الناحيه الثانيه فلفل اخضر واحمر وبصل، وفي النص في قرن فلفل حار، ما اعرفش شايفينه ولا لا، هو ده هيدي تيست غير طبيعي في كباب الحله. الطبق الثاني عندي فرخه كامله، هنقطعها مع حضراتكم او نخليها كامله لو حبينا، ونتبلها بتتبيله مميزه شويه او مختلفه بالزبادي مع سن الطماطم مع كمان بهارات مشكله، ونشوف بتتعمل ازاي. يطلع معاها كمان رز الوان شويه زي بتاع البرياني اللي هو بالزعفران، ممكن نحط كمان رز ساده ابيض، ممكن نحط كمان رز عليه كمان اللي هي اللون الاحمر. حضراتكم شايفين دوت ده لون بتاع طبخ برده بيدي تاتش كده حلو زي الزعفران بس بيبقى لون احمر. وعندي الطبق الثالث طبق الرز اللي بتكلم عليكم بالزبده دوت، هحط جواه حاجه ممكن تكون النهارده شايفينها اول مره، ولكن الطبق ده يعني مش اختراعي، هو طبق موجود اوريدي، رز جواه لسان عصفور. هتقول لي ازاي؟ هنشوف النهارده مع حضراتكم الموضوع، الرز بالزبده مع لسان العصفور، هنشوف الموضوع. طيب نبدا الاول بالحاجه اللي ممكن تاخد مننا وقت شويه في التتبيله او في التسويه، زي مثلا الفرخه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الفراخ الاول هنشتغل بيها ونعمل لها تتبيله تكون حلوه. فرخه عاديه بيضه يعني، والقلطه بتكون بيضه عشان يكون فيها لحمه شويه، يقدر يكون يعني ماسكه نفسها شويه حته لحمه يعني. اما الفراخ البلدي بتبقى حلوه ولكن في معظم الشوي بتبقى ناشفه شويه، فعلى ما اعتقد ما بتبقاش مستلطفينها شويه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. علبه زبادي بالميه بتاعتها. علبة زبادي بميتها، تمام. وهجيب كمان عندي حبة مية طماطم بالمرة، يلا. وعندي حبة مية بصل على الزبادي، تمام. وعندي كمان معلقة صلصة طماطم بتاعت كنور، ادي واحدة ادي اتنين اللي هي معلقة كبيرة، تمام. وهجيب عندي البهارات بتاعتي اللي هي مشكلة فيها حبهان ورق غار ورنفل، معلقة حلوة كده، وكمان حتة كمان. ونجيب عليها كمان حبة ملح، معلقة ملح، وكمان عندي معلقة بابريكا، أنا بالطريقة دي ماشي. وعندي كمان سنة بهارات مشكلة، أيوة دي الصغيرة دي، طرف كده حلو، وحبة البهارات المشكلين بتوع الفراخ اللي هم الحمر دول، شايفهم؟ أهو. ولو حبيت اضيف حبه زعتر كمان، يا سلام، مش هيقول لا، زعتر فريش. حلو الكلام لحد كده، مع كمان فص ثوم حلو او معلقه ثوم صغيره كده اهو. ولو حبينا نشططها شويه نديها سنه هريسه، جربوا وقولوا لي. لحد كده احنا زي الفل في التتبيله. هقلبها زي ما حضراتكم شايفين اهو، احب بس اقلب بالمضرب الطف بكتير من ما اقلب بالمعلقه. شايفين التتبيله عامله ازاي؟ وهديها كمان سنه زيت عشان تبقى طريه معايا، مع سنه ليمون كمان تبقى فيها نفس برضو وتديني مزازه شويه. حابين احط خل مفيش مشكله، حابين امشيها زي ما هي برضو ما عنديش مشاكل. ادي التتبيله، ندي الزيت بالمره والليمون، ادي حبه ليمون، تمام. وادي سنه الزيت كمان سنه،
حلو الكلام لحد كده، كلام جميل، وقلبهم كويس مع بعض كده. التتبيله او المارينيت ده بتاع الفراخ اللي عامله النهارده معاكم مشويه بشكل مختلف. هركنها على جنب كده شويه ونبدا نشوف اخبار الفرخه ايه بقى. انا هجيب سكينه بس ايه حلوه كده. الفراخ لو انا عايز امشيها النهارده كامله ما عنديش مشاكل، عايز اقطعها برضو ما عنديش مشاكل. هنشوف مع حضراتكم حالا ايه الوضع. نجيب الفرخه الحلوه دي كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، شيل بقى كده دي عشان دي فيها زفاره، ونبدا نفك الفرخه الاول كده اهو. طبعا الدهون الزياده دي انا يعني ايه مش محتاجها في حاجه، اشيلها عادي اهو. هاجي الاول امسك الفرخه كده من هنا من عند الظهر بتاعها، شايف انا بعمل ايه اهو كده اهو. الدهون دي كلها مش عايزها، واجي الناحيه الثانيه الحته اللي جنبها كمان، شايفها اهي اهو. شوف اللي بشيله ده ملوش اي لازمه خالص عندي، ومش هيتاكل، ما فيهوش اي لحم ولا اي حاجه اهو. شوف اهو، شوف كمان الدهن ده كله ملوش اي لازمه خالص، بالراحه كده عشان ما نزفرش الدنيا. واجي عندي هنا واروح اعمل كده، شايف ايدي بتعمل ايه اهو اهو. شوف اهو كده الفراخ قدام حضراتكم بقت واضحه. هشيل عندي الدهون الزياده بالشكل ده كده اهو اهو كده اهو ماشي. وهاخد عندي الورك الاولاني ده على جنب كده، حابب اسيل برضو الزياده من الجلد ماشي. لو انا عايز اسيب حبه من الجلد ماشي، مش حابب برضو ممكن اشيلهم كلهم. ادي الورك قدام حضراتكم متصنفر متنظف، متشال منه اي حاجه عنينه شايفاها مش حلوه اهو كده اهو كده اهو اهو. شايف بعمل ايه؟ شوف معايا يا استاذ انت في التفاصيل دي. الله يبارك لك كده اهو. واجي اروح فاتح من هنا، شايف بعمل ايه اهو، فاتح لها فتحه كده شوف اهو. مش هخليها ولكن تدي بس ايه نفس للتتبيله، لو عايز اخليها هكمل ولكن انا عايز امشيها كده. واروح فاتح كمان فتحه كده اهو اهو شوف اهو. ادي كده اول ورك. الصدر الثاني ده هروح برده جاي كده اهو، واحده واحده برده، ومنضف شايل كل الشوائب دي كلها اهو من هنا كده شوف اهو. دي طريقه تنظيف فراخ في البيت بكل بساطه. عايز اسيب الصدر زي ما هو ماشي، عايز اقطعه على نصين برده ماشي، ولكن انا شايف ان هو كده لطيف، ولكن اعمل حاجه حلوه فيه. ممكن اشرح كده بسيط، شايف التشريحه دي اهو عشان التتبيله تخش كمان جوه اهو. شوف ادي كمان الصدر. اجي عندي النص الثاني هعمل نفس الموضوع من هنا كده، واخد عندي انضف كل الشوائب دي كده اهو كده اهو اهو، حاجتي كلها تمام. واجي اعمل نفس التشريحه بالراحه مش قوي، واخر ورك هشيل عندي الترتوفه دي مش عايزها كده اهو. واجي عندي كده اهو، واروح اعمل نفس الموضوع فاتح من عند الحته دي كده اهو اهو كده، ودول كمان مش عايزهم، واشيل اي حاجه عينيا شايفاها مش لطيفه كده اهو. ممكن اعمل كده كمان لو حبيت اشرح كمان الورك بالشكل ده. اصبح عندي الوركين نضاف متصنفرين، ما فيهمش اي حاجه خالص غير ان هم يعني يتبلوا ونضاف بشكل واضح جدا قدام حضراتكم. كل ده كله انا ما يلزمنيش، متشكرين جدا جدا جدا. كميه الحاجات دي كلها اشيلها على جنب وابدا اشتغل عندي من اول وجديد. بس افكر كمان اخد شطفه سريعه كده اهو بالفرخه دي كده اهو سريعه كده، وناخد دي كمان معانا مش لازمانه عشان برضو زفره. فنروح على طول على الحوض، حبه ميه، بطرح بس السكينه ومطرح ايدينا ومطرح الروحه والجايه اهو. شايف المنظر عامل ازاي؟ بقدر برضو بحرص كده شويه اهو، وراح مصفي. بص الميه بقت عامله ازاي، شايفها؟ مش عايزها. كمان واحده، حاجتي تبقى نظيفه اهم شيء عشان اشتغل وانا مغمض اهو. كمان واحده مش هنغسل حاجه، معلش سامحوني كده اهو. واروح اعمل كده اهو ومصفي حاجتي كلها، واقفل الميه، وراجع تاني على نظيف وعلى رواقه. وكده يكون نضفنا كويس جدا الفراخ بالشكل دوت، ونبدا بقى نعمل اللي احنا عايزين نعمله واحده واحده من اول وجديد. نجيب قطاعه ونبدا نشتغل واحده واحده. تتبيلتنا جاهزه وزي الفل. طب يا شيف التتبيله دي قد ايه وقت؟ اقول لك والله لو نقدر نمشيها من امبارح بالليل ونطبخها النهارده يبقى عسل قوي. طب
هل يا شيف التتبيله دي كلها هعملها كل ما اجي اعمل فراخ اقول لك والله انا لو منك اول الشهر 3 4 فرخات بتوعي اقطعهم لو انا حابب نفس التتبيله دي واعملهم كلهم نفس التتبيله واخد فرختي في كيس في الفريزر وقت بحب اشغلها على كيس مكرونه على حبه رز على حبه خضار اسحب الفرخه متتبله ومتنظفه ومتصنفره على الشوي على التحمير على السلق اللي نفسك فيه ولكن التتبيله دي هتبقى اكتر شوي على الشبكه زي ما هنشوفها بحضراتكم دلوقتي. هبدا بقى دلوقتي اعمل ايه بقى؟ اجيب التتبيله الحلوه دي كده اهو بسم الله الرحمن الرحيم بص اه واروح مشرب بيها الفراخ كويس جدا 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 اه واسيبها شويه. الشبكة اللي هسوي عليها تكون الفرن سخن الأول، يعني إيه؟ يعني الفرن زي ما حضراتكم شايفين سخن جدا وهبدأ هحط عندي الفراخ دي على الشبكة، أهو بص الفراخ بقى شايف التتبيلة؟ أشرب حاجتي كويس قوي، إيه عبارة عن التتبيلة زي ما اتفقنا حطينا مية بصل ومية طماطم اللي هي مبشورة يعني وعندي علبة زبادي شايف التتبيلة؟ خش جوه الحاجات كده أهو ولو حطيت بقى حبه ثوم حبه جنزبيل كل الحاجات دي كلها واسيبها شويه. هاخد بعضي بعد ما اسيبها شويه ساعتين طبعا انا بكذب شويه طبعا اكيد ما كملناش خمس دقائق واروح احطها عندي بعد ساعتين من التتبيله على الشبكه. يلا بسم الله اهو كده اهو شايف المنظر بسم الله الرحمن الرحيم. وتحت الشبكه بحط عندي الصينيه بتاعه الفرن بس بحط عليها ورق الومنيوم شايف الورق الومنيوم ده عشان اللي ينزل ما يوسخليش الفرن زائد كمان اقدر اشيله بسهوله في اخر الطبخه وارميه عادي جدا ما بقاش عمال بقى ايه مزفر الدنيا. هادي الفرخه هسيبها التتبيله دي مش هرميها كل شويه هاجي بالفرشه اسقسق على وش الايه الفراخ تمام لحد كده تمام جدا زي الفل وانت متشكرين ونشيل كمان البوله الفاضيه دي ونبدا نكمل بقى في الطبق التاني. حاضر نشوه هاني صباح الورد يا فندم. صباح النور. اهلا بيك يا هاني ازي حضرتك؟ بخير الحمد لله. يا رب تكوني بخير يا فندم. خليك متشكرة قوي. تحت امرك. طالبة بنتي كانت عايزة تكلم حضرتك. مين يا فندم؟ بنتي. بنتك؟ طبعا. طبعا اسمها ايه؟ ازاي حضرتك؟ اهلا اهلا اسمك ايه يا قمر؟ رفايدة. رفايدة اسمك جميل جدا اخبارك ايه يا روفي عاملة ايه؟ الحمد لله كويس. كله بخير؟ اه الحمد لله. عندك كام سنة؟ 6 سنين. الله أكبر، وإيه أخبار الأكل معاكي؟ الحمد لله كويس. تطبخي يعني ولا إيه الأخبار؟ آه برضه. طب حلو جدا، طيب طمنينا هتعملي أكل إيه النهارده مع ماما؟ سمك. سمك، الله 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 الله، تحبي السمك بقى ولا لأ؟ بحبه. ماشي الكلام، طب قولي لي تحبي أنا أعمل لك أكل إيه أو تطلبي مني إيه؟ أنا عايزة أطلب طريقة الكب كيك. الكب كيك، عينيا الاتنين حاضر، حاضر ماشي، وإيه كمان؟ لا وعايزه اطلب طريقه السناك. الايه؟ اللي هي السناك. السناكس حاضر ماشي الكلام. السناكس حاضر ماشي الكلام. حاجه تانية؟ شكرا. ممكن اشترك مع حضرتك وافغر شيف؟ ده احنا نشترك معاكي والله العظيم. حاضر ماشي الكلام بس انت عارفه طبعا مش دلوقتي اصغر شيف. متفقين؟ نعدي بس الامور دي وان شاء الله تنورين انت كل اصحابنا ماشي؟ ماشي يا جميل ربنا يخليك انا بشكرك شكرا جزيلا لتليفونك وعينينا الاثنين حاضر والله اصغر شيف ده غالبا بيجي لي عليه يعني تليفونات ومن الاقارب ومن الاصحاب ومن الناس ومن الشارع انا عارف ان البرنامج يعني كل الاطفال متعلقه بيه جدا وانا اتشرف ان بعمل برنامج زي ده لحضراتكم وهو طبعا البرنامج بيتعرض على قناه اون الساعه 7 يوم الجمعة أو كل يوم جمعة الساعة 7 مساء فكرة البرنامج أنا عارف إن هي فكرة الحمد لله الحمد لله عجبت حضراتكم فكرة جديدة وأتمنى إن شاء الله نكمل فيها لأن هي يعتبر غالبا إحنا الوحيدين في مصر أو مفيش حد غير الحمد لله في أون بالأخص عمل الفكرة دي ومرتبطة طبعا أكتر بالأطفال وأتمنى تكمل كل حاجة ولكن بس زي ما أنتم عارفين الموضوع فيه هدنة شوية عشان بس الكورونا والقرف اللي إحنا فيه ده كله يعدي إن شاء الله ونرجع تاني ونظبط الأمور إن شاء الله. طيب يا فندم ها سحر هانم اهلا وسهلا صباح الفل يا سحر ازاي حضرتك الله يخليك اخبارك يا فندم عامله ايه تمام الحمد لله كله خير والله انا بشكرك جدا على اللي انت عامله معايا انا والله يا فندم لا شكر على واجب ما عملتش حاجه والله خالص ربنا يخليك اول حاجه ماما بعت لك السلام جدا يا سلام جدا صبحي لي عليها جدا والنبي والله دي بتقول لك بتفرح جدا لما بتشوفك ربنا يخليها والله العظيم طب هي جنبك ولا فين
لا والله ده هي موصياني لما اكلمك ابعت لك السلام. طب والنبي لو بتسمعنا صبحيلي عليها جدا جدا جدا، قولي لها احنا كمان بنسعد لما حضرتك بتشوفينا ودعواتك بتوصلنا. ربنا يخليها يا رب. الله يخليك. مؤمن ابني لو سمحت عايز يكلمك. مين يا فندم؟ مؤمن ابني عنده 5 سنين بس بيعشقك صراحه. يدهوني يعني. يدهوني. انا ازيك يا شيخ علاء؟ اهلا 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 مؤمن، ازيك؟ انا بتصل بك عشان تعلمها اكل حلو يا شيخ علاء. يا حبيب قلبي تأمرني اي اكل عايزها تحت امرك. شيخ علاء انا حبك قوي قوي، واسمع البرنامج بتاعك كل يوم. يا حبيبي يا حبيبي والله شرف ليا والله ان انت تشوف برنامجي كل يوم وتتابعني وكمان تكلمني، فدي حاجه سعداني جدا والله العظيم. انا حابب اتفرج عليك وانا احب اسمع صوتك كل يوم لو تقدر تكلمني كمان، ولو اشوفك يعني ابوسك والله. ربنا يخليك يا صاحبي، وشكرا جدا ليك ومكالمتك، ودايما كده مع بعض ان شاء الله يا رب. ربنا يحفظك يا رب ويحفظ كل اطفالنا وحبايبنا يا رب. حاضر. طيب لحظه بس عليا، اللحمه دي تبلتها بملح وفلفل اسود فقط لا غير، لقيت عندي حبه اعشاب فرمتهم مش هنزل بيهم دلوقتي، امال امتى؟ لما اشوح الاول اللحمه دي بتاعت الكباب اللي هعمله النهارده مع حضراتكم. هجيب عندي حله سخنه حالا، حله سخنه، وانزل شوف اللي جاي بقى كده معايا عشان الطبق ده عايزين نعمله صح. الاول شايفين البولة دي؟ سنة زيت منها، زيت التوم، شوف الكلام، بس شوف الكلام، تخيل انت بقى على زيت التوم ده لما اروح نازل بسم الله بسم الله بحس اللحمة الحلوة دي. ده أول الكلام، واجيب معلقتي واشوح وابعد وش شوية عشان أي حركات. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف خدت الصدمة الأولى في زيت التوم من غير ثوم عشان ما يتحرقش ويطلع مسود. اهو شايف التشويحه اهو، وانا شغال اروح اعمل ايه بقى؟ انزل عندي بحبه الزبده الحلوين دول، ادي مكعبين زبده حلوين على مزاج، ومعاهم رشه من الحبهان ورق الغار والقرنفل وجوز الطيب. هتقول لي يا عم بتهزر، جربوا الطريقه مش هنخسر حاجه. يعني بحاول على قد ما اقدر والله يعني اعمل حاجات تكون بسيطه وجديده بالنسبه للي موجود عندنا يومي، يعني ما تبقاش حاجه برده جديده بره الصندوق. بشوحهم مع بعض، النار هتبدا تهدى شويه، يبدا بقى هنا اسوي حاجتي واحده واحده. انا اسف للتاخير. مين يا فندم؟ سمر هانم. طب انا اسف جدا يا سمر والله، معلش اتاخرت عليك عشان بس كنت بعمل. يا ندى، ندى هانم. الو الو، اهلا اهلا ندى، ازيك يا ندى؟ عامله ايه؟ كويس الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله بخير؟ كويس. تحت امرك يا ندى. لا بحب حضرتك جدا. ربنا يخليكي يا دوده يا جميله، انت عندك كام سنه؟ 12. يلا بقى مش هتنورينا في اصغر شيف بقى ولا ايه؟ ان شاء الله. ماشي، طب قولي لي ايه اخبار المطبخ معاكي؟ كويس. يعني بتطبخي كويس ولا ايه الاخبار؟ الحمد لله. ماشي الكلام، طب تقولي بأي خدمات؟ أنا عايز أعرف مقادير فراخ بالكاري. أنا آسف مش سامع حضرتك. فراخ بالكاري، حاضر يا فندم، ماشي. حاجة تانية؟ مامي عايزة أتكلم حضرتك. إديني مامي. ألو مساء الخير. مساء الورد يا هاني، إزي حضرتك؟ إزي حضرتك يا رب تكوني بخير يا فندم. الحمد لله تمام. تحت أمرك أمر. حضرتك ليه الكريب دايماً بيفصل معايا؟ ليه يا فندم؟ الكريب. عجينه الكريب ما بتنجحش ابدا معايا. عجينه الكيك ما بتنجحش ابدا معايا. الكريب لا الكريب. عفوا انا اسف، معلش انا مستمع كويس صدقيني. تمام الكريب. طيب ممكن تقولي لي معيار حضرتك ايه يا فندم في الكريب؟ عادي بعمل، بحط عادي بيضه وكوبايه لبن وكوبايه دقيق وحبه بيكنج باودر صغيرين. تمام بس كده؟ بس كده. مفيش زبده؟ مفيش زيت؟ لا بحط شويه زبده. زبده في العجينه ولا في الطاسه؟ لا في العجينه. تمام. طب الزبده دي يا فندم حضرتك بتبقي حاطه الزبده سايحه ولا زبده متقطعه ولا لا ايه؟ لا سايحه يعني سايحه. طيب هقول لك على مقادير كويسه وسهله قريبه من اللي انت بتعمليها، ولكن هنضيف حاجتين صغيرين جدا بس. اهم حاجه من المقادير الطاسه بتاعتك اخبارها ايه؟ تبقى سخنه. حلو. سخنه وما بتلزقش. برافو. ايه اللي ما بيظبطش معاكي بقى؟ فهميني العيب منين؟ مش عارفه يعني انا بحطها في الطاسه بعدين بلاقيها ما يعني مش عارفه اقلبها ومش بت يعني مش متماسكه. يعني انا بعمل البانكيكس حلو جدا وبيطلع ناجح وزي الفل.
جدا. طيب اما الكريب فاشل جدا، وعمري في حياتي ما في حاجه فشلت معايا، فمتضايقه. لا لا لا، انا هقول لك على طريقه حلوه، وان شاء الله ممكن الاسبوع ده كمان نعمله مع حضراتكم، يكونوا واضحين فيه اكتر. يا ريت يا ريت. حاضر، ونعمل الحادق منه والحلو كمان. حاضر يا فندم. يا ريت. اوامر الامر. حاضر يا فندم. شكرا جدا ليك يا فندم، ولصال حضرتك. شكرا جدا ليك. صباح الورد. اللحمه عندي بدات، بص المنظر عامل ازاي، بدات تخش في مرحله التسويه. انا عايز بس ايه، اعلي النار شويه على الاثنين. تمام، اجي اعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا عايز اسوي اللحمه. اللحمه لسه ما استوتش، هي غيرت اللون حلو وشكلها هيفتح النفس وكل حاجه، ولكن لسه ما استوتش. اجيب عندي حله المرقه بتاعتي جنب مني كده، حلو كلام، واروح جايب بص البطاطسايه دي شايفها، ونازل البطاطسايه دي كمان، واقلبهم مع بعض تقلبتين، وهسلق اللحمه مع البطاطس في نفس الحله. ازاي؟ هجيب عندي حبه المرقه بتوعي، بسم الله كده اهو، واغطي اللحمه والبطاطس الاول بالمرقه، مش كتير عشان بس ياخدوا وقتهم في تسويتهم. وممكن كمان نجود ونطعم الامور اكتر، ونسيب البصله معاهم كمان تبقى في النص كده برده تستوي وتديني نفس كويس. هسيبهم يعيشوا مع بعضيهم كده شويه، وبعد كده كمان شويه هنشوف شكلهم عامل ازاي. بس الاول اسوي حاجتي ني في ني، انا مش عايز يعني اخلي الحاجه تبقى مهريه مني في التسويه، عشان البصلايه تبقى باينه بملامحها، عشان الخضار يبقى شكله باين، ما يبقاش الحاجه كلها تحس ان هي عامله زي يكون ايه، يخني كبد وقوانص. طيب يبقى انا كده عندي اللحمه تاخد وقتها وتعيش حياتها زي ما حضراتكم شايفين، سيبها على النار هاديه كده تكمل تسويتها وتبقى زي الفل اهي، واخده بهاراتها الاعشاب كل الحركات دي كلها تمام التمام. والناحيه الثانيه حاطه عندي البطاطس، فاضل عندي ليها الفلفل الاحمر والاخضر، وفاضل لو عايز احط الثوم، الحاجات دي كلها تبقى ان شاء الله في نهايه الطبخه. الناحيه الثانيه الفراخ قبل ما اطلع الفاصل لحظه واحده. حاضر. نعم حاضر يا فندم. عينيا الاثنين، بص منظر الفراخ عامله ازاي، شغاله بالمره كده. واحنا قبل ما نطلع الفاصل ناخد نجوى وندي فرشه حلوه كده واحنا شغالين على الفراخ. نجوى هانم. الو، صباح الورد يا هانم، ازي حضرتك؟ صباح النور. يا رب تكون بخير يا فندم. تحت امرك يا نجوى. لا انا كنت عايز اسلم على حضرتك. يا سلام، سلمي عليك العافيه والصحه والسعاده يا فندم، ربنا يخليكي. تسلمي. ربنا. طمنيني عليك انت، اهم شيء كله بخير. نشكر ربنا. تمام. ومين الجميل اللي جنبك دوت؟ اهو كراس. مين؟ كراس. مين يا فندم؟ كراس يا فندم. كراز. صح كده؟ صباحي أيوة عليه جدا جدا، ربنا يحفظه لك يا رب. الو الو، اهلا 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 زوز، ازيك؟ كويس. اخبارك ايه يا معلم، عامل ايه؟ انا بحبك قوي. وانا بتقول ايه؟ بحب ايه؟ الباميه؟ بحبك قوي. وانا بحبك جدا. انت عندك كام سنه؟ انا كمان بحبك قوي يا حبيبي. انت عندك كام سنه يا جميل؟ أربعة. أربعة، الله. أربعة. وبتعرف تعمل أكل بقى ولا إيه الأخبار؟ أنا بعمل مع ماما. برافو عليك، تخش مع ماما المطبخ دايما كده عشان تعمل حاجات حلوة وتطلع شيف قد الدنيا. ماشي، ما أنا بعمل معاها حلو. برافو عليك، برافو برافو يا صاحبي، وتعمل أحسن مني إن شاء الله بعدين. ربنا يا رب يحفظك لماما ويحفظ مامتك يا رب، ويحفظكم جميعا يا رب. طيب حاضر عينيا، انتوا عايزين نطلع فاصل بس ناخد عبير احسن. يا عبير هانم. الو، اهلا اهلا بيرو، ازيك؟ اخبارك ايه يا عبير؟ عامله ايه يا قمر؟ عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله كل سنه طيب. وانت طيبه يا قمر، وبسعاده وصحه يا رب دايما. الله يبارك فيك. انت عندك كام سنه يا جميله؟ نعم. عندك ايه؟ بتقولي ايه؟ بلاش احراج. بلاش احراج؟ ايوه. هو حضرتك كبيره ولا صغيره؟ معلش انا اسف. انا عندي 44 سنه. يا ست الناس، ده انا افتكرتك اصغر من كده. يا ست الناس، ده صوتك بسم الله ما شاء الله عليكي. ربنا ربنا يديك الصحه يا فندم، وشرف لينا المكالمه ومتابعه والله. تسلمي. بس انا مش مقصود من السؤال والله ان انا اعرف سنك الحقيقي، على قد ما اكون يعني قصدي ان الصوت صغير جدا. ربنا يحفظك ويديك الصحه ما شاء الله عليكي، فتخيلتك ان انت سنك يعني ايه، عارفه اللي هو بنكشك في السن بس. والله شكرا جدا ليكي والله. الصوت لو انت ولا انا غلطان ولا انت ولا انا، اصل انا برضه في المكالمه عمال اسمع حاجات غلط، مش انا صح يا جماعه ولا انا غلط؟
طب قولي عشان اعتذر والله لو في حاجه غلط. مش هي سنها صغير شويه؟ ربنا يحفظها يا رب ويديها الصحه يا رب ويحفظ كل اخواتنا يا رب. طيب تعالى فاصل صغير جدا بعد الفاصل نواصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب قبل الفاصل كان النهارده محركم حب راجع سريعا كده، كان معانا طبقين لسه شغالين فيهم، الطبق التالت لسه هنشتغل فيه مع حضراتكم. كباب الحله شوحناه الاول بسنه زيت واتشوح بحبه ملح وفلفل، حبه بهارات، حطينا عليه كمان حبه بهارات مشكله، وضفنا كمان في النص في الاخر البطاطسيه بتاعت اللي هسويها مع كمان البصلايه. اسيبها تستوي شويه بحبه مرقه، وبعد كده نبدا نقفل وبراحتنا خالص بقى، نحط كل الخضار كله بس لما الميه تنشف سنه او تكمل تسويتها. الطبق الاولاني غالبا خلاص ان شاء الله في مرحله التسويه النهائيه هي قدام حضراتكم، هنروح له حالا على الفرن. الطبق ده كان فراخ، الفراخ تبلناها بتتبيله برده مختلفه شويه عن كل المرات، بالزبادي بميه الطماطم بعصير بصل برده او ميه البصل، وضفنا عليها كمان حبه ثوم وزبادي وسايبينها في الفرن. بص المنظر عامل ازاي، شوف كلام واضح. ندي برضو يعني سقسقة كمان اهو، شوف المنظر. ما بفرحش بالشكل على قد ما بفرح بالتيست طبعا، يعني خدوا بالكم برضو احنا تبلنا وشوينا صح، والمظبوط نتبل ونسيب شوية عشان نكمل تسويات مظبوطة وكل حاجة، بس تتبيلة تاخد وقتها وحقها. فاكرين ورق الألمنيوم كنت بكلم محركم عليه؟ بص المنظر عامل ازاي، في الاخر حبة الورقة دول راح رميها. اما لو في الصينيه بتاعت الفرن هتوسخ الفرن مش هيبقى نظيف، او لو في الفرن ذات نفسه هيبقى الموضوع برده مش نظيف. طيب تعال نخش على اللي بعده. ايه موضوع الرز اللي بالزبده مع لسان العصفور؟ الرز ده هو مش اختراعي، يعني هو انا اكلته قبل كده بصراحه، وفي ناس تحط عليه كمان حمص، طريقه عثمانيه قديمه شويه، وفي ناس بتحب تحط جواه كمان لحم صغير جدا متقطع مكعبات، ولكن انا هعمله النهارده رز مصري من بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين، مغسول ومتصفي كويس مع بصلايه حلوه، هنشوف ايه الحكايه ماشيه ازاي. ونطعم الرز زي ما احنا نفسنا فيه، نحط فيه حبهان وورق الغار واللي نفسنا فيه كله. طيب حله سخنه، نسخن بس الحله دي عشان شكلها ايه فصلت، ايوه كده، ونعلي النار ونديها عندنا الزبده، ادي مكعبين زبده حلوين، نسيبهم لما يسخنوا شويه. وبعد كده هنجيب عندنا بصلايه حلوه زي كده، البصلايه دي انا مش هقطعها كامله، انا هسيبها زي ما هي، ولكن هنعمل كده، شوف كده اهو، شايف الكلام؟ يعني اللي هي ملخلخه كده شويه، مش حتى ممكن لو عايز اخليها افكها بس افك دي، لا خليها زي ما هي كده، تنزل هنا مع الزبده بس لما نسخن ايه الحله شويه. ومعاها كمان هنكون محضرين ورقه غار، طبعا اقطعها قدامكم ورقه غار، وكمان مش كتير فلفل حصى، شوف ماشي، وكمان فصين مستكه مش كتير برضو، هم دول كويسين جدا. وعندي مكعب مرقه لو حبيت اضيف واظبط الامور، هيمشي مع كباب الحله مثلا، يبقى ممكن ندي مكعبات كنور اللحمه تديني برضو نفس كويس. ناخد مكعبين حلوين كده ونفرمهم برضو كالعاده عشان نعمل حبه رز بمزاج. وانا شغال بسيب عندي الامور تسخن شويه او الحله تسخن شويه عشان نقدر نخش برضو نشوح الرز. لسان عصفور متحمر وكانه للشوربه، شايفه او للطاجن. ادي مكعب المرقه نفرمه كالعاده كانه بهار، تمام لحد كده. طيب عندي المعيار او المرقه او الميه، بص كده هعلي النار عليها برضو، دي الميه السخنه اللي هعمل بيها الرز، تمام. هتحط فيها ايه الميه السخنه دي؟ احط عندي فيها مكعب زبده، واجيب عندي زي ما حضراتكم شايفين هنا الفلفل الحصى اهو، شايفه مع ورق الغار اهو، ماشي، مع كمان مكعبين المرقه اللحمه بتوع كنور، تمام، وكمان
لو حابب اضيف اي بهار تاني نفسي فيه ما عنديش مشاكل اهو كده اهو، وابدا اقلبهم مع بعض ويغلوا لحد ما اخلص الناحيه التانيه تشويح للرز. اهو حابب اخلي الرز ده في اي لونه ما عنديش مشاكل، ده لسه كمان هديله عندي بصل محمر مع لسان العصفور، لا حتى هيبقى في حبه رز على مزاجي النهارده ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله. طيب ارجع تاني للحله السخنه معايا اهي اللي فيها البصلايه، شايف الكلام؟ لو لسه ما كنتش حمرت لسان العصفور ممكن ابدا انزل بيه الاول، لكن لو متحمر جاهز هنزل عندي بس بالرز بسم الله. اهو حبه رز حلوين مصري مغسولين ومتصفيين، كوبايه رز عاديه، وابدا اشوحها مع الزبده تشويح عادي جدا. بعمل رز ابيض ساده، فكره لسان العصفور بديله للشعريه، فكره المرقه اللي بشرب بيها برضو الرز بتاعي، بس اديله حبه زبده شويه عشان يبقى طعمه بالزبده اكتر. ويا سلام لو زبده فلاحي او زبده من اللي هي بتاعتنا بتاعت اللي هي البيضه بتاعتنا او ايا كان الزبده، بس طبعا الفلاح يوكل وكل حاجه، ولو الصفره اللي بشتغل بيها دي برضو مش تقولي لا. سيبه يسخن شويه الرز. اللحمه بقى نبدا نشوف اخبارها ايه. عايز حبه بهارات، عرفت منين؟ والله هي لسه ما بهرتش الصراحه، فهديها عندي حبه ملح، هديها عندي سنه بهار مشكل ماشي من دول اهو، يلا بالمره معلقه حلوه كده ماشي، ونقلبها تقليبه لطيفه كده اهو، شايف الملامح عامله ازاي، وسيبها تستوي مش مستربع عليها. تمام الحته كده بقت عندي تمام وزي الفل. الديمجلاس او صوص اللحمه هسيبه عندي بالاواخر، ممكن ادي دلوقتي تاتش التوم الشرايح ده في النص، وبالمره يلا تعال نقفل بقى كمان الفلفل الرومي كمل تسويته يا فندم. نجاح هانم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا ماما عامله ايه؟ كيفك يا شيف علاء؟ الحمد لله يا فندم والله بخير نحمد ربنا والله. انا من الاردن بس عايشه هون في مصر. اجدع ناس وحبايبنا وجيراننا. تسلم. وعندكم مطبخ حلو، الاردنيين بتعملوا اكل كويس جدا. اكيد. يعني انا ليا ناس صحابي بتروح الاردن حكوا لي اخر مره قالوا لي يعني اكل غير طبيعي. ما شاء الله ما شاء الله، وانت ما شاء الله عليك. ربنا يخليك يا فندم، بشكرك لذوقك. الله يبارك فيك، يعني انا متابعتك اول باول ما شاء الله عليك. ربنا يخليك يا فندم، بشكرك لذوقك. الله يخليك. طمنيني على الاكل، اخباره ايه معاكي؟ نعم. الاكل اخباره ايه؟ بتاكلي في البيت طبعا يعني اكيد اكل اردني، ولكن اخبار الاكل المصري معاكي ايه؟ والله انا هو الاكل المصري حلو، بس انا بالاصل طباخه. اوكي، فانت طبعا يعني مش محتاجه بقى طبعا مقادير ولا اي وصفات. لا لا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك. بحب اوجه يعني شكر عميق للرئيس السيف، يعني ربنا يخليك على الانجازات العظيمه اللي في البلد. يعني ربنا يخليك يا فندم، بنشكرك والله، تسلمي على الكلام الجميل. والله العظيم يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني البلد ما شاء الله صبر. الحمد لله الحمد لله. حلو يعني انا لي 3 سنوات هون في الاردن في مصر. اه بس ما شاء الله يعني ما شاء الله. ربنا يخليك يا فندم، ودي بلدك الثانيه منورانا ومشرفانا ومنورنا كلكم، ودايما بنعتز بكل جيراننا وكل اهالينا من كل حته في الدنيا. شكرا يا فندم، ربنا يخليكي وتسلمي على الكلام الجميل ده. يا فندم بسمه هانم. ازيك يا سيف؟ اهلا بيك يا بسمه، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ بنحمد ربنا يا فندم كله بخير. يا رب تبقى بخير وكل فريق العمل بتاعك. طول ما انتوا تمام احنا زي الفل تمام والله. ربنا يخليك يا سيف. تسلمي يا هانم. سيف انا عايز اسالك على البيتر تشيكن. الايه يا فندم؟ البيتر تشيكن اللي هي الفراخ بالزبده. بالزبده مظبوط تمام. هي اكله هندي بس انا مش عارفه اعملها ازاي. حاضر يا فندم، هقول لك على الفراخ بالزبده عادي، تحب معاها بقى كمان بهارات الهندي وتبقى بس انا عايزه اعرف البهارات الهندي دي بتبقى متاحه موجوده عند موجوده العطارين. في كل سوبر ماركت او عند العطار، خش على العطار قول انا عايزه بهارات هندي، بس هيقول لك عايزه المصاله، عايزه التندوري، عايزه البرياني، كل الحاجات دي كلها بهارات هندي. فحضرتك حابه الموضوع ببهارات هندي ماشي، ممكن نعملها. هي اصلها بتتعمل كمان بلبن جوز الهند تمام، بيحط او بيحطوا بديل لينا نشا، لان عشان تربط تبقى فيها صوص تقيل شويه. فاللي انت كلتيها وعجباكي اني واحده؟ انا اكلتها بكده في مطعم هندي. في مطعم هندي. انا عارف الطريقه بنفس الطريقه دلوقتي بالامكانيات اللي متاحه عندنا في مصر. فهمت قصدك ايه، خلاص خلينا نعملها بطريقه حلوه تكون برضو نفس التست اللي انت كلتيه، ولكن هتتمصر شويه يعني. تمام، شكرا يا شيف، ربنا تحت حلو. امرك يا هانم، تحت امرك، شكرا جزيلا. سعيد باشا. ايوه سعاده الباشا. صباح الفل يا عم سعيد، ازي حضرتك؟
يا صباح الورد، وحشني يا حبيب قلبي. ربنا يخليك يا عم سعيد، تسلم لذوقك، تعيش. الله يسترك، من زمان وانا عايز اكلم حضرتك والله، ربنا يخليك. اول مره اطلع الهوا مع حضرتك. ده شرف ليا والله يا عم سعيد، ده يعني على راسنا. الله يستر اصلك يا غالي، والله بحبك من كل قلبي مش عشان اي حاجه. انا اخوك الصغير عم سعيد. الله يسترك، انا في سن والدك 60 سنه يعني. يا فندم ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا رب. الله يسترك، الله يبارك لك بحاجه النبي. الله يخليك يا عم سعيد، تسلم لذوقك وتعيش. لا كريمك، تحت امرك امر يا عم سعيد. ما يامرش عليك ظالم، انا ليا سؤالين بس يا فندم. ليا سؤالين. تؤمر امر يا عم سعيد، تؤمر امر. الله يبارك لك. انا العيال كانوا جايبين سردين وكنا عايزين نعمل صياديه، بس ما اعرفش بتتعمل ازاي. الله اكبر، عينيا الاثنين. النهارده ولا امتى؟ الله يبارك لك. النهارده يلا بينا نعملها مع بعض دلوقتي على طول، صياديه السمك السردين. يا صالح الحال، وليا طلب ثاني. امرني يا فندم. الله يبارك لك حضرتك. معلش يعني انا يعني السبب ان انا عندي تعبان شويه، والمدام عامله عمليتين في المخ، فعندي ظروف الايجار متراكم عليا والكهرباء والميه. طب حالا مع زمان في الكنترول ممكن نقدر نتكلم براحتنا ونسيب بياناتنا، واللي نقدر عليه والله ما اتاخر عليك يا عم سعيد. حاضر تمام يا عم سعيد. عم سعيد راح فين؟ سريع بقى عشان العيال عايزين يعملوها والنبي. طيب ما تقفلش يا عم سعيد. حاضر، عشان هنتكلم مع زمان في الكنترول لو تكرمت. ممكن؟ الله يسترك، الله يبارك لك بحاجه. شكرا يا عم سعيد. حاضر، كلمه على الله. حاضر، حطيت عندي بصلايه محمره مع لسان العصفور، بص المنظر عامل ازاي اهو، وملحت عادي جدا، بسم الله الرحمن الرحيم، حبه المرقه بتوعي، ووطي النار اهو كده اهو، حالا 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 حالا، ادي حبه المرقه اللي تبلنا بيهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم اغفر شر النار. لحظه واحده، حالا هكون معاكم، عينيا الاثنين، نرفع المعلقه اهو، نوطي النار زي ما اتفقنا اهو. الدخان، ايوه امان، هو الدخان ده يعني بتاع الرز يا باشا. حلتنا لطيفه، نغطيها اهو، بص ليه ده خالص، والنار بص بقت على كام يا باشا، بقت على 2. بعد ما كانت على 9 شوحنا وسخنا كل حاجه، ونزلنا دلوقتي درجه حراره على الهادي خالص. بقى شفت الفراخ عامله ازاي ولا نسيتوني انتوا شكلكم بالفراخ دي؟ طيب امرني. نعم يا رباب. حسن باشا، ازاي حضرتك؟ ازيك يا حسونه يا قمر؟ انا بقالي سنين بحاول عايز اكلمك يا عم. يا عم انا موجود كل يوم، انت اللي فين يا عم حسن؟ انا يا راجل، ده انا باين على الشاشه، ده انا اول مره اتكلم على التلفزيون يا حبيبي. بس والنبي يا جماعه علينا الصوت شويه يا جماعه عشان اسمع حسن، انا مش سامع حسن، لما اسمعه عادل كمان شويه. يا حسن. ايوه ايوه يا ابو علي يا جميل، قول لي. انا دلوقتي عايز اعمل البانكيكس بتاعت الاوتيلز اللي عارف الصغيره دي اللي بتبقى طعمها حلو، اللي بتحط عليها السيرب الحلو اللي المسكر ده. ايوه حاضر ماشي حاضر. وايه تاني؟ وبس شكرا جزيلا. بس كده البانكيك بس كده؟ وعايزه اشتري في اصغر شيف. عينيا الاثنين. حاضر، نتكلم على البكيك النهارده، وبرده سيب بياناتك في الكنترول مع زمايلي في الاصغر عشان اصغر شيف، او خش على الصف حاط وحط بياناتك، ونعدي بس الفتره دي وان شاء الله تنورنا باذن الله. حاضر، حاجه ثانيه يا ابو علي؟ لا شكرا. شكرا جدا ليك، وتحياتي لماما وبابا واخواتك، ربنا يحفظكم يا رب. حاضر بشكرك جدا. طيب الصوت بس يا جماعه غالبا كان واطي سنه، فخليني بسمع الحاجه مش عارف بسمعها صح النهارده او غلط، بس النهارده في حاجه غلط، هم صوتهم مش مظبوط. بس لا لا، الزبون دايما على حق يا باشا، الزبون دايما على حق، ما نقولش صوتهم مش مظبوط، احنا اللي ممكن ما بنسمعش كويس، او السماعات عندنا مش متظبطه او واطيه شويه، عشان بس ما نجيبش مشكله للمهندس الصوت حبايبنا كلكم. طيب الرز عندي زي ما حضراتكم شايفين بالبصلايه المحمره، بص المنظر عامل ازاي، هي دي خالص شوف، واروح اعمل كمان مع حبه الرز دول، انا عايز اعمل حبه رز حلوين، اروح نعمل على الوش كده في الاخر بقى كده، شوف حبه الزبيب الحلوين دول على الوش، ده رز ابيض بالزبده والبصل المحمر وريحه فص المستيكه والله شاممها، هتعجبكم جدا. برضو بنحاول نغير يعني، مش كل حاجه الرز الابيض هو ثابت، هو هنشوف النهارده الرز ده عامل ازاي. طيب والفراخ زي ما حضراتكم شايفين، الرز بتاع الالوان ده هو بسيط جدا، ما فيهوش اي افتكاسه، كوبايه الرز البسمتي تاخد كوبايتين من المرقه، كون ان عايز احط تاتش بابريكا يديني لون محمر ماشي، او لون احمر يكون بتاع اكل برضو ماشي، ساده يبقى ساده، اصفر يبقى احط عندي حبه زعفران. انا عندي فص صغير جدا، بعد الفاصل ان شاء الله نرجع مع حضراتكم ونقفل اطباقنا ونرد على اسئلتنا ثم نواصل. اتفضل. We'll be right back.
يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب مش تقطعوا عليا وانا عمال اعمل لكم الحركات بتاعتنا وانا سامعك في ودني وبرد عليكم يا جماعه. ما ينفعش تقول لي معانا 8 دقايق وهم 10 فتقول لي حد قال لك اكيد انا ما انا شغال معاكم برده ما تقلقوش ولا ايه؟ ولا اه مين اللي بعد عنك؟ لا يا عم انتوا كلكم حبايبي. طيب نرجع مراجعه سريعه مع حضراتكم. جربوا الرز ده وانا بقول لكم النهارده ان الرز ده البريم بتاع الحلقه. انا بالنسبه لي الرز ده احسن من الالوان دي كلها والحركات دي كلها، بس الحاجات طبعا بتمشي اكتر مع الحاجات اللي هي هندي شويه زي ما كنا بنتكلم من شويه مع حضراتكم. اما الرز ده انا حاطط فيه التاتش بتاعي، يعني مدي فيه برده حاجات كتير جدا من عندنا. البصل المحمر تبعنا، الزبيب تبعنا، البصلية في النص تبعنا، الفكره اللسان العصفور دي بقول لك كلتها قبل كده بس بره مصر، ما كلتهاش في مصر بصراحه بس عجبني جدا، وكان ده مثلا كان من 5 6 سنين وعلى بالي اعمله، بس اتحط كمان معاه حمص كمان بتبقى يمشي مع كل الاكل كله زي ما حضراتكم شايفين. بص المنظر، سيبه يتبخر ويكمل تسويته. تعال نقفل بقى اللحمه ونشوف ناقصها ايه. زي ما كنا بنتكلم من شويه هديها حبه ديمي جلاس ماشي، مش هديها برضو عسل وزي الفل. بص المنظر عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف المنظر، مش محتاجه مني والله اي حاجه خالص غير ان احنا بس نغرفها ونقول لها متشكرين ليكي نورتينا. شوف الصوص بتاعها عامل ازاي. ايه اللي عمل الصوص ده بقى؟ ممكن حد يقول لي اللي عمل الصوص ده؟ هي البطاطسايه لما استوت والبطاطس بطبيعتها فيها سنه نشا طبعا، فالطبيعي ان هي هتربط للصوص. تعال نغرف اللحمه دي عشان ما نسيبهاش تتهري اكتر من كده ونبقى برده مخلصين. مقادير الكريب يا شباب لو سمحتم على الشاشه، هي والبان كيك. وعايز اوضح الاخت اللي كانت بتتكلم معايا على الكريب، الكريب انت مقاديرك مظبوطه ولكن في حاجه بس صغيره انت عاملاها. مبدئيا هنزود 1 عدد بيض، ونزود لو في الحادق هندي تاتش ملح، ومع البيض عشان الزفاره فلفل اسود بسيط. بالنسبه للحلو هنحط بدل السكر 3 معالق سكر، نحط بدلهم معلقه عسل نحل ومعلقتين زبده سايحه وكميه اللبن وكميه الدقيق حسب المعيار الكامل اللي حضرتك هتشتغلي بيه، وبرده بنديله حبه الفانيليا لو هنعمله يكون مسكر. وبنفرش سمكه قليل جدا، وممكن ندي رشه ملح كمان في العجين الحلو او الحادق، بسيطه بس صغيره جدا عشان تظبط معايا بس القوام. طيب خلينا اغرف ده ونتكلم برضو على البان كيك. بص منظر الصوص عامل ازاي الاول. شوف تلاقيش حد يقف يعرض لك الصوص الاول كده صح؟ ولا هتاخدها يا باشا، ولا هتاخدوها يا باشا في اي كتاب تاني. قال لك اصل ما خدناهاش قبل كده دي الصراحه. لا مش اكيد اللي عندنا مش هتاخدوه في حته ثانيه خالص ولا ايه؟ صح كده؟ لا 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 والنبي، يعني انا خلينا بس نبقى صلحه مع بعض شويه. بص منظر الطبق عامل ازاي؟ يا ابني جمهور احلى اكله في اون مختلف، اسمع مني صدقوني واثقوا خليكم واثقين في كلامي. احنا جمهورنا هنا وثقافه فكرنا في المطبخ مختلفه، ما تقعدش بقى تقعد تقول لي اصل انا مش عارف فين ورحت فين وجيت منين. ايون 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 حاسب حاسب. طيب بص الصوص عامل ازاي؟ ده مهم جدا. صدقوني انا بحب دايما، والله انا مش بحب اتكلم عن حاجات اللي انا بعملها بشكل يكون مش عارف ايه، بس انا دايما بحب دايما اقدم احلى ما عندي، او اقدم اكتر حاجه ممكن تكون انا شخصيا اكون قابلها على نفسي اطلعها قدام حضراتكم. واحد يقول لك يا عم انت كل الاطباق اللي بتطلعها كلها راضيه عنها؟ اقول لك والله الطبق لو مش راضي عنه انا مش هاجي اشتغله، مش هعمله. احنا مش مدرسه راح اعمل الواجب واروح، احنا بنعمل اكل، والاكل يعتمد على اولا ذوق، ثانيا واللي اهم من الذوق المزاج. مزاج حضرتك وانت داخله المطبخ اهم 100 مره من كل المقادير دي كلها. والله لو مزاجك رايق ومبسوطه وداخله تعملي الاكل لاولادك بحب ورضا، والله لو حته جبنه وحبه فول هيطلعوا زي العسل احلى من 100 علاق بلحمه وفراخ. انا ده مبدئي، فدايما بس خلينا نتكلم في الحته دي نكون واضحين. طيب حبه رز ابيض تمام زي ما اتفقنا، الرز الابيض ده ساده خالص كده اهو، وكمان عندي حبه رز اصفر اللي هو بودره الزعفران كمان. واحد يقول لك طب ما عملتوش ليه على الهوا؟ اقول لك هقف اعمل 4 انواع رز النهارده، هتبقى كتير عليكم شويه ومش مستثقلها الصراحه يعني. اهو حبه رز تمام، واللي شايف الحاجات عايز يعرف اللون، الاصفر بودره زعفران بتتجاب من عند العطار، الابيض ساده، والاحمر ده بودره برضو بتتجاب من عند العطار برضو ليها علاقه بالاكل الهندي، او لو حابين نحط الوان الطعام
برضو سنه تديني اللون اللي انا عايزه كله. وهاجي كمان اروح جايب عندي البصل المحمر وراسس كده كده اهو تمام. واجي لو عندي قرن فلفل حلو مشوي اروح اعمل كده مروق طبقي. انا يعني ايه من الناس اللي بحب دايما ايه لو فرخه لا اعملها ان هي ديك رومي عادي جدا اهو. خلي الحاجه تبقى شكلها حلو كده. ونجيب عندنا الفراخ لو انتوا فاكرينها اللي عملناها من شويه. فاكرين الفراخ دي لما فتحناها من هنا؟ شوف منظر الفراخ عامله ازاي. شوف شوف ادي الفرخه اللي عملناها بحركم من 10 دقائق ولا من ساعه الا ربع ولا شوف قد ايه. بص منظر التسويه اه. وابدا ارص كده الفرخه بتاعتي. الوراك اللي نظفناها وشلنا منها الدهون لو انتوا فاكرين اهي. الصدر اللي قطعناه منه فيه ما رضيناش نخلعه للاخر اهو. والصدر الاخير نفس الكلام اهو. وبالهنا والشفا. حابب كمان لو عندي يعني غريب ما اعرفش انا قلت حابب مكسرات لو عندنا يا شباب خلينا عندهم عشان بس ايه نحفظهم. 2 4 6 8 10 12 15 بندقايه. ازاي مش كاتبين ده في المقادير؟ انا مش 15 بندقايه يا جماعه. كتير جدا ده التكلفه عاليه عندنا النهارده. اضحكوا طبعا انتوا. اي مكسرات عندنا يعني انا يعني انا بس استغربت ان انتم صغيرين قوي فقلت لا يبقى اكيد فيهم حاجه كده. ويطلع على طول الطبق ده لحضراتكم بالهنا والشفا. نعم طبعا اهو ده الطبق كمان حالا. شوف تسويه اهم حاجه في الطبخ عامه التسويات. بس ده طبق جميل وشكله يفتح النفس بس فيه عيب صغير. ايه بقى العيب يا شيف؟ مش عيب بمعنى كلمه عيب ولكن انا بقول دايما الفراخ لما بتتبل شويه بتقعد كده حبه حلوين في تتبيلتها يبقى الموضوع احلى بكتير. انا عشان بس تبلت وشويتها على طول فكانت زي الفل وكل حاجه ولكن الاحلى والاحلى لما تاخد وقتها في التتبيله ساعتين ثلاثه اربعه نص يوم زي ما انت عايزها. حاضر. ما هو العيب من عندي في الاخر بقى. طيب اسمه ايه؟ يا صالح والله قالوا لي سامح. الو يا صالح ازيك يا صالح؟ ازيك؟ كان عايزين نغلط في اسمك برضه بيقول لي سامح ينفع كده؟ لا بس انا لقطتها خد بالك وهي طايره. اه اخبارك ايه؟ الحمد لله كله بخير؟ اه كله بخير تحت امرك يا حبيبي. انا عايز اعرف طريقه عمل الكشري. الكشري عينيا الاثنين حاضر. حاجه ثانيه؟ وانا كمان عايز اهني ابن خالتي كريم عشان عيد ميلاده النهارده. يا سلام كريم. كريم اسمه كريم ايه؟ كريم هشام. كريم هشام كل سنه وانت طيب وسنه سعيده عليك ويا رب دايما تكون بخير وسعاده يا رب وبصحه بكل حاجه حلوه. حاضر يا حبيبي ماشي بشكرك شكرا جزيلا يا فندم شكرا. حبه الرز دول مفهومش زي ما اتفقنا اي افتكاسه ولكن فيهم طعم هيعجبكم ان شاء الله النهارده وجربوا مش هنخسر حاجه. اهو شايف حبه الرز نشم بقى. الله يلا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي حبه الرز بتوع النهارده. والحله شوف الشغله ايه يعني ايه ما فيهوش اي صعوبه. نجيب حاجه بس كده نساوي بيها الامور. والبصلايه دي هتبقى مسكره وطعمها حلو جدا للي حابب يعني يدوق ويعرف كل حاجه في النص. والبصلايه المحمره اللي حطيناها لو انتوا فاكرين لسان عصفور ممكن اي حد يشوفه من بعيد يقول لك لا مش لسان عصفور ده يا عم. وازاي ناكل لسان عصفور مع رز؟ جربوا ما احنا لازم نجرب يا جماعه الحاجات المعقوله. انا ما بحبش اجيب حاجات فيها افتكاسات اوفر وبتاع وحبه الزبيب في النص دول هيعجبكم جدا. اه تمام اه. عشان يتهوى بس. والله في فلفلايه برضو ماشي مفيش برضو ماشي اهو الحاجات اللي موجوده عندنا يعني اه. وبالهنا والشفا لحضراتكم. ما انا رايح هو لازم نجود ما انا رايح فيا عم يا عم ما تبقاش تقول لي كل حاجه اقول يعني ابقى بعمل الحاجه يقول لك طب ما تيجي يلا بينا نغرف. طب ما هو انا طالع بالطبق هناك لحد هنا وجاي هنا اكيد مش رايح مش رايح طالع من محور
صح؟ يعني لازم اجازه، انا عارف ان في لازم اجازه، لازم اجازه عشان الواحد يهدى. طيب نتكلم بعد الهواء. زي ما حضراتكم شفتوا النهارده دي كانت اكلتنا مع حضراتكم، يا رب يكون الموضوع كان بسيط وسهل وسريع بشكل بسيط. عملنا فرخه طبق بشكل جديد، عملنا بحته لحمه طبق برده لطيف. وخدوا بالكم انا بحاول دايما اما اجي اعمل الاكل بقيس وافصل، ممكن حد النهارده يقبل الاكل الهندي او طريقه الاكل الهندي بمقاديره ببهاراته، ممكن حد يقول لك لا والله ماليش مزاج، بكون لازم هعمل له طبق او حريص اكون في طبق يكون مفيش حد يختلف عليه. زي مثلا الكباب الحله النهارده، طبق الرز ده بجد هيعجبكم جدا لان هو طبق اول مره نعمله النهارده بحضراتكم على الهواء. اتمنى يا رب يعجبكم يكون طبق لطيف. ودي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى والله كان الوقت يبقى اكتر من كده، ناخد تليفونات، انا عارف في ناس زعلانه دلوقتي وعايز اجاوب على كل حاجه والله، بس الوقت خلاص خلص. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده في نفس الميعاد، والسلام عليكم. We'll be right back.